بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. راح أكلمكم اليوم عن البناء من المصدر 2. أنا تكلمت عن البناء من المصدر 1، اشرحت لكم طريقة البناء من المصدر، ليش نبني من المصدر، وش فكرة البناء من المصدر نظريا، لكن اليوم راح أتكلم عنه عمليا، لأنه كيف نثبت برنامج من المصدر. تمام، قبل ما نبدأ بالدرس هذا وقبل ما ندخل الموضوع هذا، إذا أنت ما شفت الدرس اللي راح أتمنى منك تشير عليه، تشوفه، تشوف شو الفكرة. تمام، لأن كذا ما شفت الدرس اللي راح ممكن تواجه مشاكل بالدرس هذا، يعني بعدم فهم بعض الأشياء، لأن بعض الأشياء ما راح أشرحها. أوكي، درس اليوم راح نثبت برنامج اسمه دوكي. تمام، دوكي معروف وموجود بأغلب مستودعات التوزيعات، علشان كذا استخدمت دوكي لبني من المصدر عشان ما نواجه معه مشاكل. بناء المصدر ترى زي ما قلت لكم سهل، مشكلته هي الاعتماديات فقط. إذا أنت يعني تجنبت مشكلة الاعتماديات أو ما صار عندك مشاكل بالاعتماديات، موضوعك سليم سليم. طيب، إذا كان البرنامج جديد ما راح تواجه مشكلة. تمام، البناء من المصدر ممكن يأخذ 2 دقيقتين 3 دقائق، اللي هي عملية ميك، ممكن تأخذ ساعات، ممكن تأخذ يوم، على حسب الحزمة. تمام، وهذا السبب اللي مخلي توزيع الجنتو بطيئة جدا في تثبيت الحزم، أنه كل شيء عنده عبارة عن بناء من المصدر. طيب، برنامج دوكي موجود تحت، رابط الدرس راح موجود تحت إذا تبتجرب معي على دوكي. أوكي، هذا دوكي راح نفك الضغط عنه. غالبا البرامج اللي تكون مضغوط بصيغة تار دوت جي زد أو إكس زد أو أيا كان، لكن إحنا يهمنا إنه نشوف شو الموضوع. طيب، الحين هذا هو الموجود. انا قلت لكم بالدرس اللي راح انه في برامج يجي مع ريدمي. تمام، ملف الريدمي راح يساعدك كثير، لكن اذا كان غير موجود الريدمي لا تخاف. اذا كان في موجود كونفيجر، اذا كونفيجر موجود ريدمي ما بتحتاج، والكونفيجر راح يساعدك على اعدادات كثيره خاصه بالبرنامج. طيب، البرنامج هذا تقريبا اعتمادياته كلها كلها ممكن يكون بعضها ناقص، لكن لان عندي واجهه جنوم واغلب الاشياء اعتمد عليه هو بواجهه جنوم. انا استخدم ارتش لينكس، ممكن تستخدم توزيعتك المفضله على راحتك، بس اللي يختلف طريقه تثبيت البرامج. ماشي، طيب الحين انا عندي كونفيجر، هذا ملف كونفيجر، هذا راح استخدمه كثير بالخطوه الاولى. تمام، طيب اول حاجه راح اسوي بعد فك الضغط، راح ادخل على المجلد عن طريق السي دي، هو موجود بداونلودز دوكي. ماشي، الاس اوب الاس، هذا هو، راح نحط نقطه داش كونفيجر سلاش، هذا يقول حس داش ليش رن. أوه، عندنا مشكلة. المشكلة هي ان عندي حزمة اسمها جيو شارب غير موجودة. راح نثبت حزمة هذه عن طريق اننا نقول هذه كذا شوي. اوكي، راح نكتب باكمان. طبعا انا عندي باكمان، انت ممكن عندك ابت كيت او واي او ام او زبر ايا كان. اس جيو شارب، والله ما ادري هي تنطق جيو ولا. اوكي، نجرب من جديد، نشرب شاهي. يقول لك عندك جنوم ديسكتوب شارب ما غير موجودة. طيب، راح اكتب باكمان اس لوم ديسك توب شارب، انتر. طبعا هذه زي انتم شايفين فيها اشياء ثانيه راح تجي معه. ايش عندنا بعد؟ راح اسوي كونفيجر من جديد. في عندنا جنوم شارب ايضا غير موجوده، توقعت اعتماديات كلها جاهزه. طيب، باكمان اس جنوم شارب، راح نثبت الاعتماديات هذه الا هي موجوده، بس ما ادري. انا حالف وجه جنوم. طيب، راح اجي واسوي كونفجر مره ثانيه. اوكي، ما دام بدا يستخدم كونفج ستاتس معناته انه الموضوع تمام، خلص. تمام، راح يقول لك انه الانستول بريفكس، هذا هو المونو سي كومبايلر الى اخره، هذا اللي كلهم تقريبا او غالبا ما بتحتاج اني بناء برنامج الدوكي، لكن ما عندك مشاكل، كل شيء سليم الحين. طيب، راح نكتب الحين سودو، لا سودو ما بحتاج، راح نكتب ميك علشان نسوي له ميك. الخطوه ميك هذه ممكن تكون سي ميك، كيو تي ميك، ايا كان. تمام، على حسب نوع البرنامج، غالبا بيشرح لك كيف تبني البرنامج. اوكي، لا تخاف. فغالبا زي ما قلت لكم موجود ملف ريدمي مع البرامج اللي هي نادره وغير مستخدمه، بتكون مع الريدمي. الخطوه هذه هي اللي تتطور معك، ممكن تاخذ دقيقتين او دقيقه او ساعه او يوم او اسبوع، الله اعلم، على حسب يعني كبر البرنامج. تمام، هي اطول خطوه او اكثر خطوه مزعجه خطوه ميك هذه، كثير راح لازم ننتظر شوي. انا اشرب شاي ما عندكم مشاكل. طيب، طبعا كل اللي قاعد يسويه هو انه الحين البرنامج كله اجزاء، فهو يزبط اجزاء البرنامج، خلاص. الحين الخطوه هذه تحتاج الى سودو، اذا ما عندك سودو لازم تاخذ صلاحيات سودو. سودو ميك انستول، هنا يبدا تثبيت البرنامج فعلا بالنظام بعد ما نسوي له تحزيم. اوكي، هذا يعني ان قبل ما تسوي خطوه الميك او قبل الكونفيجر، ممكن تدخل على السورس حق البرنامج اذا كنت مبرمج او تعرف البرمجة البرنامج هذه. nothing done، شو السالفه؟ لا سليم سليم. لو جينا كتبنا دوكي انتر،
اشتغل دوكي، هذا هو دوكي وهذا هو فكره البناء من المصدر. تمام، فانت اذا كنت مبرمج تمام وتفهم بالبرمجه اللي تم برمجه البرنامج به، شخصيا ما اعرف اسوي شيء بدوكي لاني ورنج بي اتش بي تمام، لكن لو اعطيتني مزرعه بي اتش بي ممكن اعدل لك اياه من اوبن سورس. نفس فكره الدوكي، لو كنت مبرمج للدوكي او كنت تعرف لغه البرمجه اللي تمت برمجه بها الدوكي ممكن تعدل البرنامج ثم تسوي له كومبايل من جديد، وتغير اسمه وتغير اي شيء تبي تسوي له كومبايل من جديد، اللي عمليه الكومبايل سوينا قبل شوي تسمى كومبايل، ثم ننتهي من تثبيت البرنامج يكون على طريقتك وعلى شكلك اللي تبي. انتهى درس اليوم، سهل جدا بسيط جدا، مشكلتنا فقط بالاعتماديات اذا كانت غير موجوده اننا نثبتها. نشوفكم ان شاء الله في درس قادم. الاسئله استفسارات حطوها هنا، والافضل تكون موجوده منتدى الدعم، برضو موجود منتدى الدعم تحت في الوصف، رابط الدرس اللي راح ورابط برنامج دوكي عشان نجرب عليه كلهم موجودين تحت. نشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي، مع السلامه.